بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي من الباب الذي عقده الإمام النووي في ذم ذي الوجهين، بقي أمامنا حديث واحد أرجعناه إلى درسنا في هذا اليوم، عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا، يعني أمرائنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري. يقول الراوي إن أناسا، يعني من التابعين، قالوا لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على سبيل الاستفسار لا على سبيل الإخبار، قالوا: إننا ندخل على سلاطيننا، أمرائنا، قادتنا، حكامنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. نقول لهم شيئا في وجههم، فإذا خرجنا ذكرنا خلاف ذلك. يعني يقصدون من هذا الطرح سؤال عبد الله بن عمر: هل هذا شيء يعني مقبول في الدين، أم إنه محرم ومرفوض؟ فأجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جوابا فيه قدر كبير من اللطف واللياقة واللباقة. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله، يعني نحن بالنسبة إلينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا، كلمة كنا يعني جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفقون على أن هذا العمل نفاق. طبعا معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أعلمهم بذلك، هو الذي بين لهم أن هذا العمل نفاق، أو هو نوع من أنواع النفاق. يعني ما قال أنتم بهذا العمل منافقون، وإنما قال كلاما ينبي عن ذلك لكن بطريقة لبقة. قال: والله كنا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا كنا نتجنب هذا الأمر، لأننا كنا نعده نفاقا. معنى ذلك أنكم أيضا إذا فعلتم هذا الأمر
فهو نوع من أخطر أنواع النفاق. معنى هذا الكلام أن الذي له وجهان اثنان، يعني في مجلس من المجالس يقول كلاما يتحدث عن حكم شرعي مثلا، يقول في مجلس من المجالس كلاما في هذا الحكم ليسترضي به الجالسين، فإذا خرج وجلس في مجلس آخر ورأى أن القوم لا يرضون بالكلام السابق غير الكلام وذكر في هذا الموضوع ذاته أفتى فتوى أخرى ترضي هؤلاء الجالسين، وربما إذا خرج إلى مجلس ثالث استشم رغبة هؤلاء الجالسين فأتى بكلام ثالث، وهكذا فشانه أن يرضي الناس، شانه أن يرضي الجالسين سواء كانوا حكاما أو محكومين، الأمر سواء يعني. لا شك أن هذا إنسان منافق، ذلك لأنه لو كان فيما يقوله للناس من أحكام أو من قناعات لديه أو من مشاعر، لو كان ينطلق إلى ذلك من استرضاء الله سبحانه وتعالى لما غير كلامه، ولكان حديثه في المجلس الأول والمجلس الثاني والثالث والرابع حديثا واحدا لا يتغير ولا يتبدل. وهذا شأن الإنسان المؤمن بالله، يستنزل الرضا من عند الله سبحانه وتعالى ولا يستنزل الرضا من عند البشر. فأما إذا دخل على قوم، دخل على مثلا جماعة من السلطة، دخل على أمير أو ناس أغنياء يطمع بجدوى وبفائدة منهم، فسألوه عن أمر من الأمور فأجابهم بالجواب الذي يرضيه، استفتوه في أمر من الأمور فأفتاهم بما يعني يرضيهم ويثلج صدرهم من أجل أن ينال منه فائدة أو من أجل أن يتقي منهم سوءا. إذن هذا الإنسان هو في حقيقته لا يسترضي الله عز وجل، وإنما يسترضي عباد الله عز وجل. ثم إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن هو منافق. نعم. والنفاق أنواع أيها الإخوة ودرجات كما سيأتي في أحاديث أخرى، يعني ما ينبغي أن نفهم أن الإنسان إذا اتصف بصفة النفاق رأسا أصبح في مستوى عبد الله بن أبي بن سلول، لا، لا يشترط. النفاق درجات. نعم. المهم أن هذه خصلة من خصال النفاق. ما الذي يريد الإمام النووي أن ينبهنا إليه من خلال هذا الحديث والحديث الذي مر بالأمس؟ يريد أن ينبهنا إلى أن على الإنسان حيثما جلس وأينما وجد وأيا كان الناس الذين يواجههم، إذا أراد أن يتكلم ما ينبغي أن يتكلم إلا بما تحتضنه قناعته، ما ينبغي أن يعبر إلا عن مشاعره الداخلية الصحيحة الكامنة في نفسه. طبعا هو عندما يكون مؤمنا بالله عز وجل تكون مشاعره خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى،
وما ينبغي إذا استفتي أو استشير في أمر من الأمور أن يفتي إلا بما يعلم ويثق أنه حكم الله سبحانه وتعالى، قد يكون مخطئا لكن ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، ينبغي أن يكون صادقا مع قناعاته، وإذا استشير فينبغي أن يعلم أن المستشار مؤتمن وإلا فهو خائن. إذا استشارك زيد من الناس في أمر يخصه فأشر عليه بما تعلم أنه الحق، سواء وافق مزاجه أو لم يوافق مزاجه. هذا ما يريد الإمام النووي أن ينبهنا إليه من خلال ما يذكرنا به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الإشكال الذي يرد على هذا الكلام؟ الإشكال هو ما قد يقوله بعض الناس أو كثير من الناس: أنا إن فعلت ذلك عرضت نفسي للإساءة، وربما عرضت نفسي للأذى، وربما فقدت كثيرا من مصالحي. أنا أجلس مع أناس متنفذين، أصحاب سلطة، أصحاب قدرة وإمارة وحكم. طيب، قد أسأل عن أمر لو أنني أجبتهم بما هو الحق لغضبوا، وإذا غضبوا فأغلب الظن أنني سأتضرر من جراء غضبهم. طيب، لذلك أنا مضطر أن أجاريهم وأن يعني أقول لهم الكلام الذي يرضيهم. هذا ما يمكن أن يعتذر به بعض الناس، أي أن المصالح الدنيوية تدعو الإنسان إلى أن ينافق في كثير من الأحيان، فلا يقول ما يعلم أنه الحق. ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو أن نقول الكلام التالي: عد إلى مكمن الإيمان بالله في قلبك، يعني تحسس جذوة الإيمان بالله في قلبك ويقينك. أهو إيمان كامل بالله؟ ستجد، ما دمت تقول هذا الكلام وتعتذر بهذا العذر، ستجد أن جذوة إيمانك بالله عز وجل ناقصة باردة، وأن إيمانك بالله عز وجل فيه زغل ليس كاملا أبدا. كلامك الذي تقول، مخاوفك التي تبديها، دليل على أن إيمانك بالله عز وجل ناقص. كيف قال؟ كيف؟ لماذا؟ نعم، عندما يكون إيماني بالله كاملا إذا سأتيقن أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى التوحيد. ما معنى أن أقول لا إله إلا الله؟ كلمة نكررها كثيرا، لكن قف أمام معناها حتى لا تكون مدعيا دعوة كاذبة. لا إله إلا الله، لا معبود بالحق يستأهل أن يعبد إلا واحد وهو الله. من الذي يستأهل أن يعبد؟ الذي بيده الملك وبيده النفع وبيده الضر، يحيي يميت، هو الذي يرزق، بيده الإحياء والإماتة، كل شيء بيده. هذا معنى لا إله إلا الله. عندما يكون إيمانك بهذه الكلمة التي ترددها كاملا لا يمكن أن تعتذر بهذا العذر. من هذا الذي تجلس أمامه؟ وليكن أيا كان، من عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم،
قل ما علمك إياه الإسلام وما استقر في يقينك الإيماني بأنه الحق أينما كنت. أينما كنت طبعا استعمل اللياقة التي أمرك الله بها، استعمل اللباقة التي علمك الله إياها، استعمل اللطف الذي رباك الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، لكن ما ينبغي أن تقول أنا أخشى من سطوته، لذلك ينبغي أن أجاريه فأجعل الحلال حرام والحرام حلال، وبس أخرج من عنده بستغفر الله. نعم، لا، إذن أنت خائف منه وأنت تجعله شريكا مع الله في القدرة، كما أن الله قادر على أن يعني يضرك فهو أيضا قادر على أن يضرك، وهذا شرك، وهذا يتنافى مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هكذا تجيب. فإذا قال لك والله طيب والله أنا هذا يعني مرضي وهذه هي حالي، كيف أقوي إيماني حتى أرتفع فوق هذه الحالة؟ ترفع مستوى إيمانك، يعني كيف تغذي إيمانك بالإكثار من ذكر الله، يعني من تذكر الله، تغذي إيمانك بالإكثار من عوامل محبة الله سبحانه وتعالى. عندما تغذي يعني بذور إيمانك بالإكثار من ذكر الله وتجمع العوامل التي تزيدك حبا لله عز وجل، مشكلة كلها تزول أبدا نهائيا. أنت مؤمن بالله، طيب وقفت أمام كلام رسول الله، وأنت مؤمن طبعا برسول الله، مؤمن بأنه رسول من عند الله. عندما تقف على كلامه الذي يرويه الترمذي في سننه ويرويه أيضا صاحب حلية الأولياء، نعم، عن من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. إذا كنت مؤمنا بالله ومن ثم مؤمنا برسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام، هل يبقى دافع إلى أن تكون ذا وجهين؟ أبدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من أرضى الناس بسخط الله، أرضى الناس واشترى بذلك سخط الله وكله الله إلى الناس. وإذا وكلك الله إلى الناس تمزقت وهلكت وشقيت في دنياك وآخرتك. يعني شو معنى وكلك إلى الناس؟ تركك وأهملك وخلاك مع الناس. نعم. ومن أسخط الناس من أجل أن يشتري في المقابل رضا الله سبحانه وتعالى كفاه الله مؤونة الناس. ألست تخشى من الناس؟ طيب الباري عز وجل هو يدبر أمرك، يكفيك مؤونة الناس، يحميك منهم، يحميك. طيب يا سيدي حتى لو لم يحميك، لعل الله عز وجل يريد أن يبتليك ليظهر صبرك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليك ليتجلى حبك. أفتحب الناس أكثر أم تحب الله؟ تحب مصالحك ودنياك أكثر أم تحب الله سبحانه وتعالى؟ وليكن. إذا كنت تحب الله عز وجل وأراد الله أن يبتليك بما يظهر مدى حبك له، ماذا تقول؟ تقول كما يقول ابن الفارق: نعم
لو قالت لي انقف على جمر الغضال لوقفت منتفلا ولم اتوقفي. طيب هو لم يامرك ان تقف على جمر الغضال، يمكن ان يسجنك، ان يسجنك، يمكن ان يعني يؤذيك ايذاء اخر، يمكن ان ياخذ شيء من مالك، شيء ابسط. فالذي يقول نعم انا في سبيل حبي لله استجيب لامره ولو قال لي قف على جمر الغضب، من باب اولى يقول انا ساستجيب لامر الله ولو دعاني امر الله الى ان احبس الى ان اسجن الى ان اوذى في مالي او في عرضي او في اي شيء ممتلكاتي. اذا ما الدواء؟ الدواء بعد ما سمينا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمتن ايماننا بالله وان نمتن ونزيد حبنا، حبنا لله سبحانه وتعالى. والحب دائما هو العلاج، الحب اما ان يكون علاجا شافيا واما ان يكون سما مهلكا. الحب هكذا وهكذا. فاذا كان حبك لمن؟ لمولاك وخالقك ومدبر امرك وهو الذي يستاهل الحب، فانه يكون علاجا ناجعا شافيا. واذا كان حبك للمال للناس للاخرين فهو في الواقع سيكون سما مهلكا. ولذلك اجعل حبك لمن؟ لله، لمن انت ملكه ولمن بيده امرك. ثم اجعل حبك لمن لا يتخلى عنك لا في حياتك ولا في موتك ولا في قبرك ولا غدا يوم ينشر الناس. نعم انا اذا مت غدا اهلي يفارقونني، احب الناس الي الذين كنت اعشقهم يفارقونني وافارقهم، اموال المكدس التي كنت اعرق في سبيلها كلها تتجرد عني، أخلص الناس لي بدءا من القاضي والحكام فمن كلهم يرحلون عني. طيب من الذي يبقى لي؟ ربي هو، لا غيره، أليس كذلك؟ طيب إذن ينبغي أن أجعل حبي للباقي. أولا ينبغي أن أجعل حبي لمن خلقني ولمن هداني ولمن بيده رزقي حياتي رغد عيشي كل شيء كل شيء، ولمن لا يتخلى عني أبدا لا في حياة ولا في موت ولا شيء. فكر بهذا تجد عوامل الحب تتنامى وتتنامى للواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق ذلك لن يتغير كلامك ونشيدك وشعورك أينما جلست وأينما وجدت. ما هي قناعاتك بالحكم الذي تسأل عنه؟ ما هو يقينك بالنسبة للإسلام وعقائده وما يتعلق بآدابه وأخلاقياته وما إلى ذلك؟ لابد أن يكون حديثك ترجمانا لمشاعرك هذه ايا كان السائل وايا كان المجلس. يعني لا تنظر الى نوع الجالسين، انظر الى رقابة الخالق سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني الواقع هنا الحديث عن ماذا؟ عن اناس يقول الراوي لعبد الله بن عمر أنهم كانوا إذا دخلوا على السلاطين على الحكام قالوا كلاما، ثم إذا خرجوا قالوا كلاما آخر. يعني إذا دخلوا على السلاطين جاملوهم وقالوا الكلام الذي يرضي من؟ يرضي الحكام. الواقع أن ذا الوجهين لا يتمثلوا في هذا النوع فقط، يتمثل في هذا النوع ويتمثل في العكس أيضا. فالناس أو الرجل الذي يجامل الحكام والأمراء يجاملهم إلى درجة أن يغير أحكام الله
يغير شرائعه، يغير معتقداته في سبيل أن يسترضي هؤلاء القادة والحكام. ينطبق عليه ما قاله عبد الله بن عمر أن هذا كان في عصر رسول الله نفاقا، وفي هذا العصر أيضا الإسلام واحد، نعم لا يختلف. طيب فما الحكم إذا أحببت أن أسترضي الناس، أن أسترضي الناس عندما يسألونني أو عندما أقف أمام الحاكم؟ العكس، يعني دعيت إلى أن أقف أمام رئيس من الرؤساء أن أخطب، أن أقوم فوق كلمة، قلت في نفسي الناس اليوم سيرون مدى جرأتي ومدى صمودي، وأخذت أزبد وأرغي، وأخذت أحذر وأنذر، وأقول الكلام الذي طبعا يجرح الحكام والأمراء، لكن ما الهدف من ذلك؟ ليس الهدف أن أسترضي الله، وإنما الهدف أن أبني لنفسي مكانة عند الناس، يعني لكي يصفقوا لي ولكي أغدو وأسمع كلامهم، وإذا بهم قد أجمعوا على أني إنسان جريء وعلى أني إنسان لا أخشى في الله لومة لائم، وأنا مجاهد من أكبر المجاهدين. أنتشي بهذا الكلام، هل من فرق بين هذا الذي جامل الناس ولم يبالي بإسخاط القادة، وبين من يجامل القادة ولم يبالي بإسخاط الناس؟ في فرق بيناتهم؟ أبدا، كلاهما منافق. عندما أرينة بين الناس بإسخاط الحاكم، يبالي ما له وجود عندي، أنا بين الحاكم وبين الناس. إذن أنا إنما أسترضي عباد الله عز وجل، وهذا هو النفاق بذاته. أو بالعكس، أردت أن أسترضي الحاكم ولو الناس سخطوا علي. نعم، والواقع أن أكثر المسلمين اليوم بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، وإيماننا بالله وتعظيمنا لله وحبنا لله يقتضي أن نسلك منهجا آخر، لا نلتفت لا إلى دهماء الناس وجمهرتهم، ولا نلتفت إلى القادة والحكام أبدا بشكل من الأشكال. نضع أمامنا ميزانا واحدا، هو ميزان الشرع، ميزان الإسلام، ميزان استنزال الرضا من عند مولانا خالقنا جل جلاله. نعم، وقع أن هذا الميزان إذا سرنا على أساسه والتزمنا نهجنا على هديه، ففي الواقع ميزان الإسلام ميزان حكيم، ليس فيه غلظة وليس فيه سوء وليس فيه يعني ما يسخط، إلا الجبابرة والطغاة هذا شيء آخر، لكن المهم أن أضع نصب عيني ميزانا واحدا، ما هو؟ استرضاء ربي، استرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فعندئذ أنا قد برهنت على أنني كامل الإيمان، وعلى أنني أعظم الله وأحب الله سبحانه وتعالى. فئة من الناس تقول هذا يعني نوع من المغامرة، والله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى آخر ما ربما تسمعون من هذا الكلام. هذا كله أقول باختصار معذرة من لم يتكامل إيمانه بالله عز وجل، ومن يسيل لعابه على مناصب، أو يسيل لعابه على مغانم، أو يسيل لعابه على شهرة، على مال،
نحو ذلك. أما الإنسان الذي تجرد شعوره لحب واحد وهو حب الله ولتعظيم الواحد الأحد الذي هو الله، فهذا الكلام لا يرد عنده إطلاق. استعن بالله والباري سبحانه وتعالى يعينك. نعم. واعلم أن الأمة، شوفوا كلام سيدنا رسول الله لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين الإيمان بهذا الكلام؟ أين الإيمان بهذه الحقيقة؟ إذن أنا لو طلب مني مثلا في نجوة وفي جلسة خاصة أن أفتي الناس غدا بأن الربا حلال وبأن التعامل مع البنوك الربوية لا بأس به، لأن الظروف الاقتصادية ولأن الدول الغربية عم تضغط علينا ولأنه كذا وكذا وكذا، طيب هذه تجري من رب العالمين لك يا أخي، هذا ابتلاء، ابتلاء من رب العالمين. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو يعلم، لكن الله يريد أن يظهر علمه الغيبي واقعا في سلوكك. طيب هذه فتنة، ابتلاء، امتحان يعني. في المساء أعود إلى داري يقول من الذي ينفعني؟ من الذي يضرني؟ الله يراقبني، ماذا أصنع؟ فإذا كان إيماني كاملا بالله سبحانه وتعالى ومن ثم تعظيم لله ملء فؤادي، مستحيل أن أستجيب لهذا الكلام. الشريعة الإسلامية ماذا تقول؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في اليوم الثاني أقول معذرة يا مولاي، معذرة يا هذا، أقول الكلام الطيب الجميل، مولاي الذي هو مولاي ومولاك، ربي الذي هو ربي وربك، خالقي الذي هو الرازق لي والرازق لك والنافع لي والذي يميتني ويميتك، يمنعني من أن أقول هذا الكلام. غدا سيعاقبني، غدا سيعذبني، وهذا امتحان منه. أنا أعتذر، لا أقول هذا الكلام، أنا لا أسخط الله عز وجل برضاك أبدا. قلوب العباد بيد من؟ بيد الله. قلوب الحكام بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ما الذي سيحصل؟ أغلب الظن أنه لن يحصل أي شيء، بالعكس سيجلك وإن لم يظهر هذا الإجلال. لكن افرض أن الله عز وجل أراد أن يبتليني، طيب وماذا؟ وماذا في ذلك؟ أن الله عز وجل أراد أن يبتليني، كنت أتسلم مركز كبير، قال لا إذن عليك أن تغادر مركزك، أقالني من هذا المركز، أعود إلى بيتي، إن كانت جنة فقد دخلتها وإن كانت نارا فقد خرجت منها. طيب وماذا؟ بالعكس أنا في هذه الحالة برهنت على محبتي لله، برهنت على أنني فعلت شيئا لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف يعني بدي أظهر مصداق حبي لله سبحانه وتعالى؟ وهكذا. لكن إذا قلت لا الواقع أنني إذا لم أفعل فالمركز سيذهب ويطير، مرتبي سيقف، نعم إلى آخر ما هنالك، إذن أنا ينبغي أن أتشبث بالمركز وأن أشتري الدنيا بسخط الله عز وجل، ولا لا حرج، بكرة بستغفر الله إلى آخر ما هنالك. لا، إذا أنا منافق، أنا منافق، هذه هي الحقيقة أيها الإخوة. نعم. والباري عز وجل كشف لنا في التاريخ
هذا شيء غريب جدا. التاريخ كان ولا يزال عقل الدهر وهو المربي الأول للإنسان. عندما نفتح ملف التاريخ نجد في مواقف الربانيين صورتين. صورة من الابتلاء الذي وقعوا فيه ليثبت لنا الله عز وجل أن من قال أنا مؤمن بالله وأنا محب لله ومعظم لله قد يبتلى لكي يظهر إما صدق كلامه أو كذب كلامه. من أمثال الإمام أحمد بن حنبل عذب كما تعلمون في سبيل صموده وثباته على الحق. هذه فئة. وننظر فنجد صورة أخرى لأناس صمدوا وثبتوا فأرانا الله عز وجل خوارق معجزات الحماية لهم ليظهر لنا الله عز وجل أن من شأنه أن يفعل هذا وذاك. فأنت وطن نفسك لابتلاء قد يأتيك قل مرحبا وأسأل الله العفو والعافية. وطن نفسك لمكرمة يحميك الله عز وجل من هذا الإنسان من خلال موقفك. نعم. سيدنا إبراهيم كما ذكرنا في الدرس الماضي وقف الموقف الذي ينبغي أن يقفه وجه واحد أعلن عن عبوديته لله واسترضائه لله وما بال بأحد. طيب. ونطقت محكمة النمرود بحقه بل عز وجل ما تخلى عنه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سورة ثانية بنان رجل من كبار الصالحين ذكر الإمام القشيري ترجمته في رسالته. كان في عهد ابن طولون أرضى ابن طولون بفتوى من الفتاوى بموقف من المواقف كان رجلا صالحا مؤمنا لا يخشى في الله لومة لائم وكان لطيفا أيضا. يعني إذا قال كلمة الحق أمام السلطان الجائر لم يقلها بفظاظة كان يقولها بلطف. ومع ذلك ابن طولون غضب عليه غضبا شديدا حكم عليه بأن يقتل وبأي طريقة بأن يسلط عليه سبعا من سباع حديقته التي كانت موجودة في فناء قصره. نعم. فيكون هلاكه بتمزيق هذا السبع له وأكله إياه. وفعلا جمع ثلة من بطانته نعم حول زريبة الأسد وأدخل في الساحة التي أمام الزريبة وفتح باب الأسد وأخرج الأسد والرجل بنان جالس والناس يتفرجون وينظرون إليه ينتظرون أن يفترسه الأسد ويأكله. أقبل الأسد يزمجر وما إن دنا إليه حتى توقف ثم تمدد ثم أقعى ثم تمدد كما تتمدد الهرة أمام أحدنا ولم يحرك ساكنا. قلوب العباد بيد الله عز وجل لا تخف لا تخف ممن قلبه بيد مولاك لا تخف. نعم. طيب. ولما رأى القوم ذلك مرت دقائق دقائق طبعا استيقظ الكل إلى أن هذه حماية من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وخرج الرجل واعتذر إليه. نعم. يقول الإمام القشيري سأله بعد ذلك أحد أصحابه يعني عندما خرج السجن هذا السبع الأسد مزمجرا يعني ماذا كان شعورك آنذاك بما كنت تفكر؟ قال لا شيء كنت أفكر في لعاب الأسد ده هو طاهر أم نجس. نعم. نحن والله ناجب وربما لا نصدق عندما يقال لنا هذا الكلام لا هؤلاء نعم فنوا في الله عز وجل هؤلاء الناس مشاعرهم البشرية ذابت ثم ذابت ثم ذابت إلى أن أصبحوا يتحركون بالله وينطقون بالله مشاعرهم بالله حبهم لله تعظيمهم لله مما يخاف لم يعد يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ربنا عز وجل وضع لنا في التاريخ شواهد من ابتلاءات لمن يقف في وجه طاغي باغي حاكم كذا لا يغير من أمر الله شيئا ولا يغير من حكمه. وضعنا أمام نماذج من ابتلاءات ممكن أن يكون هذا، ووضعنا أمام نماذج من حماية مثل هذه الحماية العجيبة لكي يوضح لك أن الأمر إذا كان من النوع الأول أو من النوع الثاني فكلاهما آت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن نختم درسنا بشيء يعني أكثر ما هو موجود الآن في عصرنا هو يعني استرضاء الناس ولو اقتضى ذلك إسخاط الحكام. اليوم يعني أكاد أقول هذه الموضة الدارجة، يعني أنا واحد مثلي مفروض أن يكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر لا أبالي. طيب بضاعتي أو جماعتي هالناس، رأس مالي محبته لي، رأس مالي شهرتي بينهم، رأس مالي كلامهم عني، وأنا بريد أني أنسج لنفسي مكاني عالي مكاني باسقة لكان حتى الناس يعظموني يبجلوني أخذ يعني مكانتي في العالم كله. فشو بسيبقى بصطاد المواقف والمناسبات لأقف أمام الحكام موقف المنتهر، موقف المهدد، موقف المعاتب بغلظة، نعم، وندد بالحكم الذي لا يتفق مع أمر الله سبحانه وتعالى، وأغلظ في الكلام وأظهر من خلال كلامي أنني لست مباليا بأي شيء من المخاوف التي يمكن أن تترصدني. ما الذي أبتغيه من ذلك؟ يا ريت أبتغي وجه الله. لو ابتغيت وجه الله ما بغلص، لا ما بغلص بالكلام، لأنه قال يقول فقول له قولا لينا، لكنني أبتغي بذلك تصفيق الناس وأن يقول غدا ما شاء الله كم هو شجاع، هذا هو الجهاد، هذا هو الكذا إلى آخره. فأنا أنتشي بهذا الأمر، وهذا المشي أو هذا الموقف يرصد لي مكاني غدا، بكرة فيه لي مواقف يصير زعيم بدي انتقل كذا إلى آخره. ينبغي أن نركز على هذا أيضا، لا فرق، يعني ما الفرق بين أن أتلمس رضا دهماء الناس من خلال مثل هذا الموقف، وبين أن أتلمس رضا الحاكم ولا أبالي بالناس؟ ما في فرق، لأن في كلا الحالين أنا غبت عن الله سبحانه وتعالى، في كلا الحالين المقياس الذي يحدو بي ويحركني ليس متمثلا في إرضاء الله، وإنما هو متمثل إما في إرضاء الناس وإما في إرضاء الحكام. يا أخي دعك من هؤلاء وأولئك، كن مع الله والباري سبحانه وتعالى بوجه قلوب الحكام وقلوب الناس، هذا هو الغالب. لكن إذا ابتلاك معنى شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في أفئدتنا رأس مال يعيننا على تطبيق هذا المبدأ. ورأس مالنا له شيء واحد بعد الإيمان الكامل، حب الله، حب الواحد. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى حلت كل المشاكل والله. أما إذا ما أحببته شو بتيجي بقى؟ محبة الدنيا بتنافس، محبة المراكز، محبة الشهوات، الأهواء، عندئذ ما بدأ أسلك هذا السبيل. محبة الله عز وجل، وليس معنى هذا أن الذي يحب الله لا يحب عباد الله، لا، يحب عباد الله لأنهم عباد الله، لأنهم منسومون إلى الله. شوفوا دائما نحن نستشهد مواقف الناس مثل موقف قيس ولله المثل الأعلى، اللي هو كان بيحب بهالدنيا وحده، مو هيك؟ بعد شو بيقول؟ أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار.
هو بيحب ليلى مش عم يقب الجدار، لأن الجدار منسوب إلى ليلى. أنا عندما أحب الله سبحانه وتعالى، عباد الله المؤمنون الموحدون الساجدون الراكعون منسوبون إليه، كيف لا أحبهم؟ لكنني لا أحبهم مع الله، أحبهم في الله. والحب مع الله شرك، لكن الحب في الله توحيد. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، نسألك اللهم ما لا يخفى عليك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب، اجعل أفئدتنا أوعية لحبك، اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، وقفنا ببابك وقد اعترفنا بذنوبنا، وقد اعترفنا بتقصيرنا وبسوء أحوالنا. اللهم إنا لا نملك إلا رحمتك فارحمنا بها، لا نملك إلا أن نطرق باب كرمك وجودك. نسألك اللهم لا تولق بابك دوننا، يا من لا يولق باب كرمه دون أحد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تحقق لكل منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجناء، تعلم السر وأخفى. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بإيماننا بأنك على كل شيء قدير، وبثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الحق، نسألك اللهم بغيرتك عليه، انصر الحق أينما كان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بأنك منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا، وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تسلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تصلح حال المسلمين قادة وشعوبا يا الله، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وجه قلوب عبادك المؤمنين إلى ما يرضيك، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما فيه رضاك، أصلح لهم حالهم، أوزعهم أن يجددوا عهدهم معك وأن يوفوا بما عهدوك عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. اللهم هذه الأسباب فرقة مما بينهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم تجل على عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي إكرام، تجلي حماية ورعاية يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.